سيدة أمين أو حنان شوقي، مين الأقرب لقلبك؟ الاتنين. سيدة اسم جدتي، وجدتي كانت بلوندايا أمرايا، وكانت متسمية على اسم ستنا سيدة زينب. فأنا في ابتدائي وإعدادي سيدة كنت كارهة شوية الاسم. اسمك الحقيقي؟ كنت كارهة. ايه سيدة دي يا بابا، ما لقيتوش غير، فقال لي ده امي يا بنت الحاجات. انت عارفة الابهات. لما كبرت فهمت كل اسم وليه معنى. فانا كانوا بينادوني بالاتنين، سيدة وحنان. فحنان اللي هو انتشر جامد. مين الاقرب لحقيقتك، حنان سيدة ولا حنان؟ للي جواكي الاتنين، بس سيدة ورقة بيضة ما شافتش أي حاجة حنان شافتها. حلو، حلو جدا. ورقة بيضة نقية زي الصورة دي. ودي أهي. دي سيدة؟ دي البراءة، دي العين اللي ما شافتش اللي احنا بنشوفه في الحياة. اللي هي ما وقعتش وراحت قايمة وفايقة تاني وراحت مكملة، وتتصدم في ناس لأنها جواها صدق، كتلة صدق متحركة على الأرض لدرجة إن الناس ما بيصدقوهاش. طب أنا مالي؟ فكانت يا حبيبة قلبي تتصدم في كل حاجة. وبعدين بتتصدم فين؟ في القلب. امتى نسيتي سيدة؟ لا، عمري ما نسيت. حتى بخضم الشهرة والشغل عمري ما نسيت جواي، انما الشكل الخارجي ممكن ابقى عاملة شوية قشرة تنمر، عارفة القطة؟ اللي هو خاربش، اللي هو كير، لاني انا كنت دائما لوحدي. ما معيش غير ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما فيش حد يقول لي البسي دوت ما تلبسيش دوت. طول عمري اونلي، مانيش سيدة قراراتك، يعني سيدة نفسك. قراري. انت اللي بتقرري. انا مسؤولة من وانا طفلة على اسرة، فتخيلي. انت كنت مسؤولة عن عائلتك؟ تخيلي. البني ادمة دي، الطفلة دي، مسؤولة عن اسرة، وانا من وانا صغيرة. عندك كم سنة؟ عقلي اكبر من سني. يعني كان عندك كم سنة؟ يعني أنا بشتغل مع أبلة فضيلة وأنا في تالتة ابتدائي. صغيرة قد كده؟ شلت المسؤولية كاملة. بإرادتك ولا رغما عنك؟ ربنا عاوز كده. رغد والدي انتقل إلى رحمة الله تعالى وأنا في ثانوي، في أولى ثانوي. فأنا ما حدش قال لي شيلي، أنا اللي من نفسي شلت. فشلت أمي وإخواتي كلهم، وإحنا كنا ستة. فأنا أمي ما كنتش أعرف أقول لها أنا دي وجعاني. ليه؟ لا، ما ينفعش، لازم أنا الوتد اللي قدامها. أنا الصخرة اللي ما تقولش أي، هي بس تؤمر. بس أكيد كانت تتحسبيك. بس أنا كنت، لا كنت ذكية بهرب منها. فكنت أقول لها أنت تؤمري. كنت تصرفي على البيت؟ يعني أمي كانت، أمي كانت، أنا كان معاش بابا صغنن. وإحنا كتير، أنتوا ستة، مطلع عيلة كبيرة، وأخويا الكبير متجوز وطبعا عنده بيته، وأختي متجوزة وعندها بيتها. فإحنا الأربعة، كنت أنا ومحمد وأحمد وميرفت وأمي. والحياة صعبة. كنت تحرمي نفسك؟ أنا حابة ده. أنا حنان، كنت تحرمي نفسك كرمال عيلتك؟ إيه؟ كنت تحرمي نفسك عشانهم؟ يعني عاوزه تجيبي حاجه تقولي لا هم احق، هصرفهم على البيت. طب ايه الموقف اللي تفتكريه دلوقتي؟ لا، كان ممكن اعمل حاجه علشان امي واخواتي. زي ايه؟ اي حاجه، اللي هو ممكن اشتغل 24 ساعه، ممكن ابقى تعبانه وما اقدرش اقول لماما انا تعبانه، ممكن عارفه انا كنت بعمل ده بحب.
يعني أنا بعمله إلى الآن بحب. ربنا سبحانه وتعالى خالق فيا ده الإحساس ده، ما بتجيش ما بتعرفيش تمارسيه، ده هو ربنا سبحانه وتعالى من رحمته تلاقي في كل أسرة كده حد شايل الأسرة دي.